السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في القناة. نادية معكم أخصائية تغذية، وإن شاء الله أنا اليوم رح أحكيكم عن القرفة. هي نوع من أنواع البهار، بس يعني مبهر، يعني على قد ما هو فيها من الأسرار والفوائد، يعني تعتبر معجزة قديش لعلاج الجسم. بس مبدئيا هو في عنا أنواع كتير من القرفة، بس أفضل نوع اسمه سينامون سيلون. رح أحط لكم أنا الصورة، لأنه الفوائد اللي أنا رح أذكر لكم إياها موجودة في هذا النوع. وآخر الفيديو إن شاء الله رح أحط لكم يعني بعض التيبس وهيك بعض الأفكار إنه أنتم كيف تستعملوه. هلأ هو أثبت علميا إنه هو يعني مفعول القرفة بيساوي مفعول الأدوية المعالجة للإنسولين. يعني تخيلوا المضاد الأول اللي هو بيعالج مقاومة الإنسولين وبيقلل مقاومة الإنسولين من 5 إلى 10%. يعني هو هذه بيفيد مين؟ بيفيد الناس اللي عندها السكر. وكمان بما انه قلت انا الانسولين، يبقى راح في بالنا انه احنا، لانه بنعرف انه الانسولين اللي هو انه بيخزن الدهون، فلما احنا نقلل السكر في الدم بالتالي الانسولين بينزل، بالتالي انه ممكن انه نخسر وزن. وكمان في 4 مضادات، في مضاد بكتيري، في مضاد للفيروسات، مضاد للأكسدة، ومضاد للفطريات. وكمان لاني ذكرت هلا مضاد الفطريات، في كمان بيعالج الكانديدا. هذه الكانديدا نوع من انواع الفطريات بتكون موجوده في الجهاز الهضمي واجزاء كتير بالجسم، بس هي بسموها المبيضات. هي بتبقى عباره عن حبوب بتكون موجوده خاصه ممكن تتوجد عند البيبيز، او مثلا في ناس بيبقى في بسقف الحلق بيتمها بيبقى نقط هذه البيضه. بس ممكن انه تتعالج انه تحطي في ميه وشويه قرفه وتتمضمضوا فيها، وممكن السينمون اسينشال اويل، بس هذا الزيوت هذه لازم تبقوا متاكدين انه هي ممكن نستعملها داخل الفم مش اللي بنعمل فيها البخور. فهذه كلها يعني فوائد القرفة اللي هي بتساعد كمان على انه احنا نتخلص من الكانديدا. وكمان هي بتقلل الشيخوخة والالزايمر، لانه هم اساسهم السكر، فلما القرفة بتنزل السكر فبالتالي انه هي بتقلل الانسولين، بالتالي انه هي بتاخر الالزايمر والشيخوخه. كمان بتقلل تكاثر اللي هي الشوارد الحره. الشوارد الحره احنا عارفين انه هي بتيجي من تلوث الجو، من المبيدات الحشريه اللي بيرشوها على النباتات، من الكوزمتيكس، من الصابون، من الزيوت المهدرجه. فهذه لما انه بتزيد انه هي بتعمل التهابات، فهذه القرفه بتقلل من انه تتكاثر. وكمان كتير منشط للمخ. يعني شوفوا يعني لسه أنا ما دخلت في العميق، لأنه فيها مادة اسمها سينامالديهايد. هذه السينامالديهايد اللي هي بتتخلص من الخلايا السرطانية عن طريق الأبيبتوسيس. أبيبتوسيس اللي هي التدمير الذاتي للخلايا. يعني شوفوا يعني مضاد للسرطانات. وكمان إنه هي بتحافظ على الحمض النووي الدي إن إيه، الشريط اللي هو الوراثي، من إنه يصير في أي تغييرات أي تحورات، فبالتالي بتتخلص من الخلايا السرطانية. وكمان إنه هي بتساعد على إنه تقلل الكوليسترول الضار LDL، يعني بتروح للكبد الدهني، بتقلل الدهون الثلاثية، وكمان بتزود الجسم بمضادات الأكسدة، ما بتخلي LDL إنه يصير فيه أكسدة. وهذا إيش بيساعد؟ لأنه هذا بيساعد على إنه نتخلص من اللي هو تصلب الشرايين والأوعية الدموية، يعني كتير كمان كويس للقلب. قديش في هذه الفوائد، بالله ما هي معجزة، بالله عليكم. يعني إنه كمان قلت مضاد للأكسدة، فكمان بيساعد على إنه هو إحنا كمان حافظ على البشرة، أو إذا كان مثلا عندك حساسية، عندك التهابات، ممكن إنه أنت تحطي راهني اللي هو العسل الصافي مع شوية قرفة، بعدين تعملي فيه ماسك، وبعدين تغسليه بمي باردة بيصفي البشرة. فيعني هلا يعني تقريبا يعني انه انا وصلت لكم، بس خطر على بالي وانا عم بحكي على السينمون انه الناس راح ببالها السينبون. يعني لا طبعا، يعني هذا إشي وهذا إشي تاني، هذا دمار وانسولين للسما، وانا عم بحكي على القرفة اللي بتنزل الانسولين، القرفة اللي هي بتنزل السكر. فما تحطوش انه انتو في بالكم انه احنا ناكل براحتنا وناكل السكريات طالما انه القرفة بتنزل، انه نحط عليها شوية قرفة. يعني صدقوني ما راح ينفع. يعني اللي هو القصد انه دائما انه احنا نكون معتدلين، واذا مثلا اكلتي شوية يعني اكلة مسكرة واخدتي بعدها قرفة، مثلا شاي بالقرفة، ممكن انه هذا بيساعد وبتستفيدي من الفوائد، بس بلاش انه احنا بالمبالغة بالسكريات ونحط عليها القرفة ونقول انه بتنزل السكر.
يعني في طرق كتيرة إن ممكن تستعملوها. يعني أنا مثلا عن نفسي ممكن أرش فيها التفاح، أو مثلا أنتوا للأطفال تغروهم مثلا ترشوا على الموز شوية قرفة، وكمان إنه مثلا ممكن تاكلوها مع لبن زبادي، تحطوا مثلا شوية قرفة مع مكسرات. يعني في طرق كتيرة، مثلا الدجاج كتير طيب لما ترشيه بشوية القرفة. وبالخضار يعني أنا بفضل عندي اللي هو نوعين من الخضرة بحب إني أنا أرشهم بالقرفة، اللي هي البطاطا الحلوة وفي الجزر. لما تحطيهم بالفرن يعني فعلا بتعطي طعم كتير لذيذ. وممكن كمان إنه أنت مثلا ترشي شوي على القهوة أو مثلا على الشاي، بس انتبهوا فيه بالمحلات الكافي شابس بيكونوا حاطينه، لأنه برضو إنه هو يعني كوسيلة للإغراء. بس مرة أنا سألت، أنا قالوا لي بحطوا له سكر ناعم، فيعني ما تركنوا على في المحلات اللي هو بيكون في الكافي شابس، فأنتوا جيبوه وفعلا بيعطي طعم كتير لذيذ. يعني وممكن إنه مثلا تستعملي القرفة الخشب هدول، إنه تحطيها مثلا في باكرج الشاي وتحطي عليه مي سخنة وغطيه مدة ربع ساعة. الله، يعني كأنك عم يعني فعلا حتحس إنك عم تشربي حلى. يعني هذه ممكن يعني طرق كتيرة إنه أنتوا تستعملوها، طبعا ممكن إنه تتفننوا، بس الأهم إنه أنتوا تحافظوا على إنه دائما تكون موجودة. وانسوا السينبون، أنا ما قصدت السينبون، هذا ما في حدا أكل منه إلا يعني وصل يعني تخن منه، لأنه السينبون على قد ما فيه إنه كمان السكر وكمان الدريسينج اللي عليه والطحين اللي بتحول السكر، فيعني مين هذا يعني القرفة اللي بدها تقللها. فهذا يعني كل الأفكار اللي أنا قلت لكم إياها يعني على قد ما أقدر. فإذا أنتوا عندكم أي سؤال يعني تحطوا لي تحت الفيديو، لأنه بناء على أسئلتكم أنا بحط بعمل الفيديو. وكمان إنه ما تنسوا تعملوا لايك أند سبسكرايب وشير with your friends، وإذا يعني فعلوا الجرس بيكون أفضل حتى إنه توصلكم الفيديوهات أول بأول. وأستودعكم الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.